بس كرمال عيونك ما راح ناخذ منك شيء، راح نكتفي بوسه من الشوارب. مبروك استاذ عماد. مبروك استاذ كروان. عيسي توقيع وقعنا، بس ارض بارضنا. لعيونك استاذ كروان، القبض عندي والمصاري موجودين هون، هلا بس يتهون الاستاذ عماد تقبض. لك يا مستاذن انا. بكي لسه بشرب من القهوه. والدتي مريضه ولازم راح اسدري اجي للدواء. السلام عليكم. وعليكم السلام، سلامتها. الله معك على السلامه. مبروك ان شاء الله. الله معك، شرفت. يا سيدي نحن شو حكينا بإجرة الشهر؟ 25,000. تعال 25 ضرب 6 شهور يطلعوا 150,000. تكرم عينك. وهي 150,000 شوف حبيبي، تدفع منه 18,000 للمختار إجرة البيت، بس الباقي بتحب حط لك اياه بمشروع جمعية سكنية ولا بتاخذه؟ لا لا بفضل اخذه. تكرم عينك، تفضل عدو. كثر خيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي. حدا اتصل فيني اليوم؟ زياد اجا؟ هدى؟ حبيبتي قوم حط لنا عشاء اذا بدك. طيب انا بحضر. هي بدك تسجل عند الاسه هاي. مرحبا زياد. اهلا عماد، جاي جاي. مرحبا صفاء. اهلا عماد، كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي الحال. شلون امرت عمو؟ طمني. سلم كثير كثير عليك. الله يسلمك يا رب. لك شو لكم؟ وينكم؟ ما عم نشوفكم. مشاغل مشاغل فوق راسنا يا صفاء. بعدين على اساس واعدينا بزياره ان شاء الله هالكم يوم. هدى شلونك؟ سلم كثير عليك. الله يسلمك يا رب، عم بستناكم ها. ان شاء الله. اهلين عمادو. السكن بعدها؟ وعد شو؟ مشان موضوع مكنات الخياطة، واتفقنا نروح انا وياك لعند رفيقك عشان يعمل لنا خصم. هلا لسه ما نسيت. شلون بدي انسى؟ اتفقت انا وكروان واعطيته اجل 6 شهور لقدام. قد ايه اعطيته؟ اعطيته 50,000 بالشهر. 50,000 بالشهر يعني 300,000؟ ايه. طب حبيبي يعني بركي ما مدد لك. بيمدد. شايفك واثق كثير من العملية هي. خلص بيمدد، اتركه علي. شوف زياد، إذا الآن مشان حصتك بالبيت ولا يهمك، أنا بعمل لك سندات 500,000 وبسدك إياهم سند ولا سند. عماد أنا ما بدي منك شيء، السندات اللي بتعمل لي إياهم إلي أعملهم لأمك. ماشي، يلا سلام. ما بعرف. سلام صفاء. شو بده؟ ما في شيء. تعمل لي شوربه سخنه ها مشان حلي. حاضر جدو. مرحبا استاذ كروان. الله معكم. اهلين ابو قاسم. نعم طمني، شلون السكنه الجديده معك؟ ان شاء الله مرتاح فيها. ماشي الحال، مستوره. مبين على وشك مورد ما شاء الله وكان من هوا الضيعه. اي سيدي انا حجزت استوديو بكره الساعه 2:00، بدنا نسجل 3 اغاني، الفرقة الموسيقية جاهزي، انت وابو النغم جاهزين؟ جاهزين. نوضتوا الاغاني؟ كان عندي ابو النغم هلا ورال عند واحد صاحبه قال لي بيكتب موطة راح ينوت الاغاني عنده. عال، لكن انا رايح اشتري كيلو سكر نبات. اوف، لشو سكر نبات؟ بدي ضل اكل فيه لوقت التسجيل. وانت كمان اشتري لك شي كيلو وارمط فيه لوقت التسجيل مشان يحلى صوتك. قلبي هاي زبطة معا؟ يا استاذ ابو النغم. شو ابو قاسم انت بدك تغني؟ استاذ ابو النغم. نعم حبيبي. يا استاذ تفضل لعنا الكنترول. والله لو سمحتوا حطوا الهيدفون على دلكم. يلا يلا. سموا بالله يا شباب. بسم الله. بسم الله. يلا ها جاهزين؟ نعم. 1 2 3. قلبي انكوى نار الهوى، قلبي احسن دواء شم الهوى. قلبي ستوب.
الميكروفون شوي. ليش عمي؟ عم تعمل دستروشن. شو هاد؟ دسترشن؟ يعني صوتك رح يبخش الميكروفون. إذا أنا صوتي دريع شو مساوي؟ ارجع ارجع حبيبي. ارجع لك شيل المتر يلا. يا معلش ارجع ارجع أبو قاسم ربع متر. يلا شباب للأول بالله. قلبي 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 نار الهوى قلبي أحسن دواء شم الهوى قلبي. ستوب لوك يا أخي، كم مرة قلت لك رجع لورا؟ رجع وحاجتك زعيق. هذا غني هال؟ شو قاعدين بسوق الهال؟ عم تنادي على البندورة؟ لك حبيبي صوتي ما بيعود ببين، يعني ما بيعود حدا بيعرف إنه أبو قاسم اللي عم يغني. ارجع ارجع. شوف حبيبي صار لك ساعة عم تتأمر علينا، ها؟ لهذا بتقول له ارجع لورا، ولهذا بتقول له عدي بالقدام، وهذا علي لي صوتك، وهذا وطي لي صوتك، ومخارج الأحرف مبينة، وهذا بتقول له وضح لي الكلام، ايش وادي ها؟ عمي نحن استوديو عم يمرك علينا ساعات، عم ندفع أجرة، عم تفهم؟ بعدين وين حبيبي؟ صوتنا مبح وما عاد طلع من كثر ما عم نعيد ونفتق، وما بيعجبك العجب؟ شو هاد؟ ارجع ارجع. ارجع ابو قاسم معلش مشان خاطري اخذ الشيطان وارجع. مالي راجع. شو ما بدك ترجع؟ شو يشتغل تحدي؟ ايه ما بدي ارجع. لك اخي ارجع واخذ الشيطان معلش اسمع كلام الاستاذ ارجع. مالي راجع مالي راجع. يا حبيبي يا ابو قاسم ارجع شوي لورا. هذا الانسان اللي عم يحاكيك انسان مرهف موسيقي، يعني بسمع دعسة النملة. دعسة الطنبور ان شاء الله. ومالي راجع مالي راجع مالي راجع. ابو قاسم ارجع مشان خاطري. مو على راسي، انت بتأمري امر. يلا سيدي يلا. من الاول. واحد. واحد. اثنين. ثلاثة. قلبي قلبي قلبي. قلبي قلبي قلبي. قلبي الكوى نار الهوى. قلبي احسن دواء شم. مرحبا يا أختي. أهلين يا أخي. أنا حضرتك نعيمة؟ إيه نعم أنا نعيمة. خير؟ إلك أخ اسمه درغام؟ كان. ادعي له الله يفك سجنه ويخفف عنه. ليش أخي محبوس؟ خير شو عامل؟ كما شو معه بسيارته مخدرات. مخدرات؟ الله بعدي اسمه يمهل ولا يهمل. افترى على جوزي قام الله سبحانه وتعالى انتقم منه.
شمتاني بأخوك عوض ما توقفي معه وتساعدي. بشو بدي ساعده؟ بدك توكلي له محامي. أنا وكل له محامي؟ إيه هو ما له غيرك يوقف توقفي معه وتحني عليه. بقى أخطي يا أختي معروف مع الله. ماشي أهلا وسهلا فيك.